تسود أجواء من الهدوء محافظات ومدن جنوبي العراق مع دخول المهلة التي حددها شيوخ العشائر للحكومة حيز التنفيذ من أجل تحقيق مطالب المتظاهرين. ويأتي هذا التطور عقب حزمة من الإجراءات اتخذتها الحكومة المركزية في بغداد بشكل عاجل لتهدئة الشارع الغاضب في المحافظات الجنوبية منذ أكثر من أسبوعين على خلفية تردي الخدمات. تحالف سائرون بدوره أكد دعمه للمظاهرات السلمية التي خرجت للمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الماء والكهرباء وفرص العمل، داعيا المتظاهرين إلى التحلي باليقظة والحذر إزاء محاولات دفع التظاهرات للتخلي عن سلميتها. وشدد التحالف على إدانته للعنف المفرط في التعامل مع المتظاهرين، مطالبا الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية الإصغاء لمطالب المتظاهرين والإسراع في تحقيق مطالبهم المشروعة. هذه التطورات تأتي فيما وثقت مفوضية حقوق الإنسان العراقية مقتل 14 متظاهرا منذ انطلاق التظاهرات الشعبية التي شهدتها عدة مدن أوائل هذا الشهر، مشيرة إلى أن عدد الجرحى بلغ أكثر من 740 شخصا، أكثر من نصفهم من القوات الأمنية، فيما تم اعتقال أكثر من 800 متظاهر جرى لاحقا إطلاق سراح أغلبهم. عثمان عمر، العربية.